بسم الله نبتدي بداه ونلتمس رضاه سبحانه جل علاه، به نستعين وعلى هداه نستقيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بحضراتكم في أبواب الخير. بنتكلم النهاردة عن المنافسة، المنافسة الشريفة، المنافسة الجميلة، المنافسة في عمل الخير، المنافسة في كل شيء بس بالضوابط. حضرتك النهاردة بتشجع الأهلي وأنا بشجع الزمالك، في منافسة بيننا، بس خلي المنافسة دايما في حدود، في حدود الأدب والاحترام. الله لما يكون المنافسة اللي بنشوفها في المدرجات عندنا، تخيل دي لو تتحول إلى منافسة في الخير. حضرتك بتشجع الريال أو بتشجع برشلونة على مستوى العالم مثلا، عايزين نشوف جماهير كده في منافسة حقيقية في عمل الخير، في مصارعة. يا ترى مين فينا اللي هيبدأ الأول، أنا ولا أنت؟ يا ترى مين فينا اللي عمل أكتر في عمل الخير؟ وإحنا الاتنين في نفس الوقت محبين للخير ومحبين لبعض، شيء مهم جدا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول. مكملين معاكم في أبواب الخير مع شيخنا الفاضل والجليل واللي دايما بينورنا، الشيخ عبد الأزهري من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا مولانا. أهلا معالي الدكتور، ربنا يبارك عمرك. اتفضل يا مولانا. وسبحان الله المنافسة موجودة، حتى القرآن ذكر هذا اللفظ تحديدا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الناس اللي عندها حماس، اللي عندها طاقة، لازم يتنافسوا، ولكن في إيه؟ في فعل الخير، في الوصول إلى جنة الله عز وجل، في درجات الجنة. الله عز وجل يقول وسابقوا إلى جنة، وسابقوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فهنا مطالب بالمسارعة، وهنا مطالب بالمسابقة، وهنا مطالب بالمنافسة. ولكن في أمور الدنيا بقى زي ما حضرتك قلت، أهل وزمالك، عاوز أبني بيت، عاوز عندي طموحات، ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فامشوا في مناكبها. يبقى إذا كان الأمر خاص بالآخرة، خاص بالجنة، ربنا سبحانه وتعالى يعني بيعطي بعض الأمور أهمية وبعض الأمور أهمية قصوى. السعي على الدنيا وطلب الرزق أمر مهم، ولكن ربنا يقول لنا لفظ يتناسب مع هذا الأمر، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أما في أمر الآخرة يأمرنا بالمنافسة والمسارعة والمسابقة، حتى أن الصحابة نفسهم الكرام، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر كانوا دايما يتنافسوا. الرسول يطلب فلوس أو يطلب مال أو يطلب صدقة، سيدنا أبو بكر الصديق يجمع كل ماله ويضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر يجري بسرعة ويجمع نصف ماله يحطه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فدايما سيدنا أبو بكر إيه؟ سابق، بعدين سباق بالخير. سبحان الله، والاثنين من يعني من أعظم اثنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين سيدنا أبو بكر الصديق كان ينشغل بامرأة عجوز كفيفة، يروح ينظف لها البيت ويملأ لها مية ويجهز لها الأكل ويسيبها ويمشي. سيدنا عمر حب يتنافس يسابق سيدنا أبو بكر، فكل مرة يحاول يروح بدري يلاقي إيه؟ سيدنا أبو بكر راح. حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولي الصديق خلافة المسلمين، خليفة الأمة الإسلامية في وقت صعب وفي معارك وفي حروب، ومع ذلك ما يأثرش مع المرأة الإيه؟ العجوز. ده واحد فعلا يرجو الله والدار الآخرة. صحيح. بعدين مات سيدنا أبو بكر الصديق، فسيدنا عمر قال بس خلاص أنا كده وصلت أن أنا حقوم بهذا العمل بنفسي. بالفعل راح وقام على خدمة هذه المرأة المسنة، ويجهز لها البيت ويملأ لها المية ويجهز لها الأكل. وهو ماشي قالت له أين صاحبك؟ أيوة يا ست كفيفة. لا إله إلا الله. قال لها عرفت إزاي؟ قالت له لأنه كان ينزع لي النوى من التمر. الله الله. أما أنت فأعطيتني التمر دون أن تنزع النوى. الله. فسيدنا عمر بن الخطاب قال إن سيدنا أبو بكر سبقه حيا وميتا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا رب ربنا يكرمك يا مولانا. استأذنك معانا تقرير عن مسجد الفتح اللي موجود في قرية سمعان، مركز أولاد صقر في محافظة الشرقية، وهنشوف المنافسة الحقيقية في المساهمة في المسجد عاملة ازاي. الناس النهاردة لما بيكون في ماتش السوبر موجود في دولة مثلا شقيقة، بتلاقينا اللي رايح يحجز من بدري وبيدفع فلوس وطيران رايح جاي وأوتيل ومبسوط وسعيد، وفي النهاية ماتش كورة. ممكن تسافر النهاردة للريال أو برشلونة أو في أي كان مكانك في أوروبا، من مصر أو من أي بلد عربي لأوروبا، عشان مباراة كرة قدم. وده إحنا ما بنقولش وحش ولا شيء، يعني تعارف شعوب وقبائل وده كل شيء كويس، لكن فكرة المنافسة الحقيقية لما يكون بقى مستعدين كلنا ننافس بكل شيء عشان مثلا إقامة بيت من بيوت الله أو إعادة بناءه مرة أخرى،
أو المساعدة في مثلا مستشفى، عمل خيري، هو ده بالفعل المنافسة الحقيقية. هنشوف إيه اللي بيحصل في مسجد الفتح اللي موجود في قرية سمعان، ونرجع نكمل معكم في أبواب الخير. مفيش أجمل من إن ربنا سبحانه وتعالى يسخر لحضرتك حد يساعدك في أي أمر أنت محتاجه، في حاجة، في مشكلة يخلصها لك، في طلب أنت مش قادر تنجزه فحد ينجزه لك. لكن لما تلاقي بقى حد ربنا مسخره لبيت من بيوت الله سبحانه وتعالى يجري ويتكلم ويناشد ويبحث هنا ويخاف على الناس ويدور، الكلام ده أنا شفته من أول وهلة حضرت إلى قرية سمعان الكبيرة في مركز أولاد صقر محافظة الشرقية. فأخونا الكريم والعزيز الأخ محمد عيد من الناس الجميلة اللي من أول ما حطيت رجلي في هذا المكان وفعلا لمست فيه هذا الصدق وهذا الحب لفعل الخير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا سعيد جدا بمقابلة حضرتك، والحقيقة لما وصلتنا الاستغاثات من هذه المنطقة المباركة وهذه القرية الكريمة جئنا على وجه السرعة مع مؤسسة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه لنرى احتياجاتكم للمكان. أنا الحقيقة اللي شفته في الفيديوهات اللي جات لنا ما يجيش واحد من 1000 أو من مليون من اللي شفته على أرض الواقع. أنا شفت حوائط متهدمة، كل مكان في المسجد حرفيا زي ما بقول لحضراتكم ممكن احط ايدي على العمود اوقع الخرسانة اللي فيه، ممكن احط ايدي على اي مكان في المكان بايدي انا ممكن انزل الخرسانة اللي فيه. ولذلك حضرتك قلت لي ان بالفعل المسجد جاله غلق لخطورة فتح المسجد على المصلين. تمام، بداية كده بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل المسجد يعني رسائل معينة كده بنحب نوصلها لكل فاعلي الخير. المسجد عمره أكتر من 120 عام مبني. المسجد على مساحة صحن المسجد 20 في 20، يعني 400 متر، ده خلاف الحمامات أعزكم الله، خلاف مساحات أخرى تحيط بالمسجد من جميع النواحي. لو في قدرة مالية إن شاء الله من فاعل الخير هنضيف هذه المساحات لصحن المسجد إن شاء الله، قد تصل مساحته إلى 700 متر. أنا عاوز أقول لحضراتكم حاجة، ال 700 متر دول برضو مش هيكفوا ال 8500 نسمة اللي موجودين في القرية، لكن هيبقى في أمان وهم بيصلوا مطمنين. كل أخ وأخت فاضلة وفاضل من أحبابنا اللي شايفيننا دلوقتي، لو عاوز تعمل صدقة جارية لوالد كريم حي أو ميت، هي هنا في هذا المكان، هنا رحمات الله سبحانه وتعالى تتنزل، هنا المغفرة، هنا بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى يقرأ فيه القرآن، يصلى فيه الصلوات، التراويح، صلاة الجمعة، صلاة العيدين. متخيل ان القرية دي كلها ما عندهاش غير المسجد ده. يا رب ألاقي دلوقتي كل الاتصالات يقول أنا معاكم، خليك دي هتتبرع بطن حديد، خليك هتتبرع بطن اسمنت، خليك هتقول انا جايب كل النجارة ان شاء الله. بس بداية المسجد ده محتاج حاجة مهمة جدا، محتاج ان احنا نهد المكان تماما ونقوم على اساس سليم، لان احنا لو رفعنا ما شاء الله 700-800 متر في المكان ده، وانا متأكد بفضل الله لو في امكانيات وفي تبرعات من حضراتكم، انا متأكد ان اهل المنطقة القرام مستعدين زي ما سمعت منهم يتبرعوا باراضيهم وبيوتهم، بس يكبروا المكان ده عشان يكفي الناس اللي بتمشي 3.5 كيلو عشان يروحوا الأقرب مسجد، برضو اللي بفضل الله بتقوم على رعايته مؤسسة سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. والله العظيم لما بننزل مكان بنتحرى الصدق والأمانة والإخلاص، وفعلا احتياج المكان ولا مش محتاج. فعلا أقولها لله وما شهدنا إلا بما علمنا، هذا المكان كنز حسنات ربنا سبحانه وتعالى ساقه إلينا إن شاء الله عبر مؤسسة سيدنا عمر ابن عبد العزيز. الأرقام على الشاشة، أرجوك أنا محتاج ملايين الاتصالات، أرجوك لو لقيت رقم مشغول
ما تيأس، اتصل مرة واثنين وثلاثة لحد ما توصل لهدفك، لأن يبقى ليك مكان في الجنة. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ربنا اللي هيبني لك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل من أنفق وكل من تصدق وكل من ساهم في رفع قواعد هذا البيت مرة أخرى إن شاء الله. وأنا على يقين إن إحنا إن شاء الله بإذن الله زي ما كنا في مسجد عمر بن الخطاب، قعدنا 60 يوم بفضل الله وتهد المسجد وطلعت الأسس مرة تانية والبناء، و60 يوم تانيين واتبنى بفضل الله، اتحط السقف بتاعه. إن شاء الله أنا عندي يقين إن شاء الله مسجد الفتح في قرية سمعان الكبيرة، الأرقام قدامك على الشاشة، عايز تيجي بنفسك تشرفنا أهلا وسهلا. إن شاء الله بإذن الله قريب نحتفل إن شاء الله ببدء العمل ووضع حجر الأساس في مسجد الفتح بقرية سمعان الكبيرة في أولاد صقر محافظة الشرقية. أرجوك اتصل بسرعة وبادر وساهم واحجز مقعدك في الجنة. اهلا بحضراتكم مره اخرى في ابواب الخير. حقيقي المسجد واللي بيتكلم فيه الشيخ عيد اسماعيل يعني شيء يزعل جدا جدا. مسجد بقاله اكتر من 120 سنه، لما حد يجي النهارده من خارج قريه سمعان في مركز اولاد صقر هيقول لك فين اهل الخير اللي موجودين؟ ازاي انتوا الى الان ساكتين او راضيين انكم تصلوا في مسجد بالشكل ده؟ طيب كان رد اهالينا هناك في قريه سمعان ان لا يكلف الله نفسا الا وسعها، في أرض جنب المسجد ممكن نساهم بيها ونوسع المسجد، لكن فكرة والله إحنا يعني الظروف على قدنا. طيب أهل الخير بلا استثناء اللي موجودين سواء في القرية أو خارج القرية، في المحافظة أو خارج المحافظة أو حتى خارج جمهورية مصر العربية، دايما أهل الخير موجودين وبيركزوش ده رايح لحد معين ولا لا، هو الموضوع بيكون رايح أو خارج من الإنسان لله. الموضوع مش صعب ان حضرتك تاخد رجليك وتروح لقريه سمعان اللي موجوده في مركز اولاد صقر، الموضوع مش صعب انك تروح بنفسك، الموضوع مش صعب انك تكلم الارقام اللي موجوده على الشاشه وتقول لهم سلام عليكم المسجد محتاج ايه؟ وحضرتك لو مشغول مؤسسه عمر ابن عبد العزيز اكيد هيبعتوا لك المندوب. الموضوع مش صعب انك تقدم لنفسك مش لحد تاني، اذا كنت مفكر انك بتساهم في المسجد فانت بتساهم لنفسك انت. أيام أو سنين معدودة وكلنا بلا استثناء كل واحد له محطة ويسلم تذكرته، كلنا بلا استثناء هنموت، مدايم إلى وجه الله. اللي بتعمله هو ده اللي موجود لحضرتك. ماتش الكورة اللي كلنا بنحبه وما بنعترضش عليه ده مش هيبقى موجود في الميزان، اللي هيبقى موجود المشهد اللي أمام حضرتك على الشاشة، وأكيد شيخنا الفاضل والجليل الشيخ عبد اللازري هيعلق على التقرير اللي شفناه عن مسجد الفتح. اتفضل يا مولانا. والحقيقة معالي الدكتور أنا تحمست من حماسة حضرتك، ودايما زي ما بقول حضرتك المسجد ده بيدينا طاقة كده وشعور غير أي مسجد آخر. فأنا شايف إن شاء الله إن الناس بقى اللي هي بتحب يقول لك أنا عايز أشارك في الأواعد. ليه؟ هو شايف إن الأواعد دي آخر حاجة ممكن يتعمل لها إحلال. أيوه يعني مثلا المسجد أحيانا بيكون حالته صعبه شويه فيقوموا مظبطين السقف، صحيح، مرممين الاعمده، مرممين صحيح، مدعمين حته الفلانيه، ولكن الاواعد الارضيه دي اخر حاجه ممكن تتشال خلاص. احنا قررنا ازاله المسجد. أيوة. فهي اطول حاجه عمر في البناء، فاحنا بنقول بقى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما يلا بينا دلوقتي نشوف مين اللي حريص ان هو يعني المسجد كله متشال على المكان ده. كل حد هيجي يعمل حسنة انت القاعدة اللي بيتبان عليها. تمام. انت الاساس. انت يعني زي ما بيقولوا كده ضربة البداية. صحيح. انت اللي اي حد عاوز يعمل سقف عاوز يعمل اعمدة الصلاة اللي هتصلى في المسجد انت تحمل كل هذا على يديك. صحيح. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فمش عايزين ان احنا نستنى ونقول الشهر الجاي، لان المسجد ده رزقه واسع. لأن أي مسجد بيكون حالته صعبة أذن الله عز وجل، والكلمة اللي حضرتك دايما أيوة. بتذكرنا بها أذن الله أن ترفع أن يرفع ويذكر فيها اسمه. ربنا سبحانه وتعالى وصلنا للمسجد ده وعرض على الشاشة والناس تشوفه وكل من رآه تعاطف معه، معنى كده أيوة. أن الله عز وجل أذن، وأن الله عز وجل إذا أذن لأمر يسره. تمام. والتيسير من علامات الإذن. فكون ان المسجد ظهر والناس شافته وتعاطفت معه يبقى ان شاء الله في اقرب وقت
سيعني يكون في إنجاز كبير. جميل. فبنقول دلوقت لا تترك هذا الإنجاز لغيرك. تعاوز بقى تسارع، خد كلام ربنا سبحانه وتعالى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مين هم بقى المتقين؟ شوف أول حاجة، أول صفة مطالبين فيها بالمصارعة، الذين ينفقون في السراء والضراء. يعني إحنا مطالبين بالمصارعة علشان ننول مغفرة الله عز وجل وإن ذنوبنا تمحى من الصحائف، وكمان علشان ندخل الجنة اللي عرضها السماوات والأرض. طب أول حاجة نتسابق فيها إيه؟ شوف ربنا بيقول لنا إيه؟ في السراء والضراء. يعني أنا المطلوب مني إن أنا أسارع في الصدقات حتى وأنا ظروفي صعبة. إذا أردت الجنة فافعل ذلك. صحيح. إذا أردت مغفرة الله عز وجل فافعل ذلك. ولذلك ربنا يقول أولئك جزاؤهم جنات، مش ليست جنة واحدة. تمام. فإحنا بنقول هذا الأمر هو توفيق من الله عز وجل. صحيح. وإن إحنا نوصل للمسجد هذه إرادة الله وهذا تيسير الله عز وجل، وأنك ترى المسجد الآن هذه رسالة الله عز وجل إليك. فالمطلوب منك إيه؟ أن تسارع كما قال الله عز وجل. وأول درجة من درجات المسارعة وأول اختبار حقيقي الذين ينفقون في السراء والضراء. ربنا يكرمك يا مولانا. إذا كنا بنتكلم على المنافسة في الدنيا، لما يكون داخل بطولة دوري أو بطولة كاس أو كاس العالم أو أمم أوروبا أو أمم أفريقيا أو أيا كان، حتى لو اللعبة فردية، بعد ما بتوصل للنهاية وبعد المجهود الشاق اللي حضرتك بتتعب فيه عشان توصل للمركز الأول، بتستلم درع أو كاس، مظبوط، وجنبهم ممكن جزء من المال، لكن المعظم مثلا يعني على سبيل المثال كاس العالم، انك تستلم الكاس نفسه وتقول للناس انا خدت البطوله دي. تخيل ده في الدنيا، في الاخره زي ما قال الشيخ عبده كده، المنافسه اللي حضرتك بتدخل فيها في الدنيا الجزاء بتاعها في النهايه الجنه. انت متخيل؟ لا درع ولا كاس ولا حاجه ملهاش اي قيمه، الموضوع ما هو إلا شيء معنوي فقط. تخيل بقى النهاردة الجزاء بتاعك الجنة، قلنا هنعيش 100 سنة، مش هقول لك 50 ولا 20 ولا 60، 100 سنة، وبعد كده بنموت، وتلاقي النهاردة الجزاء بتاعك، بقول مش صفيحة، مش حتة حديدة، مش حتة خشبة، لا، الجنة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ربنا يا رب يرضى علينا ويجمعنا جميعا في الجنة، ويتم الانتهاء على خير من مسجد الفتح اللي كان موجود معنا، اللي موجود في قرية سمعان. طيب معنا أيضا تقرير عن مسجد التوحيد اللي موجود في قرية 6 أبو الهول، مركز صان الحجر في محافظة الشرقية. هنشوف إيه اللي بيحصل فيه ومحتاج دعم إيه من أهل الخير، ونرجع نكمل معكم في أبواب الخير. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله سبحانه وتعالى نسب هذه الأرض التي أقف عليها والتي ترونها الآن في موقع العمل، نسبها إلى ذاته. قال سبحانه وتعالى هو أصدق من قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهو أيضا سبحانه وتعالى الذي حدث العالمين بهذه الآية المباركة، قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله نسب البيوت، هذه البيوت، هذه المساجد إلى ذاته، وأخبرنا أن القرض يكون لذاته سبحانه وتعالى. لكن في الحقيقة الله سبحانه وتعالى حينما يأخذ منك، يأخذ منك ليربيها لك، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربيها لك، فتجد الصدقة الصغيرة جبلا عظيما من الحسنات يوم القيامة، لأن الله هو الذي رباها لك. ولذلك أيها الإخوة الكرام، حينما قدمنا إلى هذا المكان، إلى قرية 6 أبو الهول، مركز صان الحجر، محافظة الشرقية، سألتهم أين تصلون صلاة الجمعة؟ قالوا في هذا المكان، بلا سقف، بلا غطاء على رؤوسهم، في الشمس حر
وفي الشتاء ربما المطر يصيبهم. نريد بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لكم في أيام ربكم لنفحات، ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من نفحات ربه فلا يشقى بعدها أبدا. يا سلام لو جات لك نفحة من نفحات الله في هذه الأيام المباركات بصدقة، الصدقة تطفئ غضب الله، الصدقة يغفر الله بها الخطايا، الصدقة يشفي الله بها المرضى، الصدقة يفرج الله بها الكروب ويزيح بها الهموم. الصدقة هي بابك إلى جنة الله، يسير المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل من أنفق وكل من تصدق. الأرقام على الشاشة قدام حضراتكم، ساهم وبسرعة ولا تؤخر ولا تسوف ولا يسول لك الشيطان تأخيرا، فإنه إذا ما نوى الإنسان صدقة فتح له الشيطان 70 بابا. فبادر واحجز مقعدك في الجنة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم مرة أخرى في أبواب الخير. شفنا مع بعض تقرير عن مسجد التوحيد، اللي بقول عندنا مسجدين ومسجدين، عندنا مسجد الرحمن ومسجد الفتح. ده محتاج عملية الإحلال والتجديد، يعني هتهدم وتبدأ تبني من جديد. وعندنا مسجد الفاروق عمر بن الخطاب وعندنا مسجد التوحيد، الاتنين ماشيين في نفس الاتجاه، الاتنين أصبحوا صرح عظيم، ولكن عايزين المرحلة النهاية تنتهي على خير. عايزين الفترة القريبة جدا يتم الانتهاء أيضا من مسجد التوحيد. أي حد عايز يكمل المشهد الجميل اللي أمام حضراتكم اللي بدأناه من فترة بسيطة ومن فترة قريبة ينتهي على خير، وأهلنا هناك في قرية 6 أبو الهول يكون لهم نصيب إن هم يصلوا فيه، هيكلمنا من خلال الأرقام اللي موجودة أمام حضراتكم على الشاشة. ومؤسسة عمر ابن عبد العزيز اللي بشكرها شكرا جزيلا على مجهودهم الكبير في إعادة بناء المساجد وإعمار المساجد دائما، هيبعتوا لك المندوب في نفس اليوم أو في اليوم الثاني مباشرة إن شاء الله. نرجع نكمل تاني موضوع المنافسة، المنافسة في الخير. العب كورة، العب رياضة. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ده شيء جميل، لكن خلي المنافسة الحية دايما تؤدي إلى عمل الخير. أكيد هنكمل مع شيخنا الفاضل والجليل الشيخ عبد الأزهري من علماء الأزهر الشريف. تفضل يا مولانا. شوف بقى ربنا الكريم العظيم سبحانه وتعالى يقول: أعددت، أنا اللي جهزت بنفسي، أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت. الله أكبر. احنا احيانا بنشوف على المواقع التواصل كده صور لبيوت فخمة قوي، صحيح، او شواطئ او اماكن للفسح يعني مبهرة جدا، وبعدين نبقى نفسنا ان احنا نروح نتصور عند الشلالات دي او الشواطئ دي والمية الرايقة قوي دي والصور المبهجة دي. شوف ربنا بيقول ايه: اعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت. كل الجمال الذي رأته عينك لا يساوي شيء في الجنة، ولا أذن سمعت، ده مش بس كده، ولا خطر على قلب بشر. ده حتى الذكاء الاصطناعي لما يتخيل فوق اللي موجود على في تصور البشر كمان اللي في الجنة أعظم من ذلك. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة بيوت يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. يقول لك عندك بيت في الجنة كده تبقى قاعد جوه وشايف اللي بره. يا سلام. لا يعني انت متخيل الجمال. وخلي بالك ان هو بس اللي بيشوف ده. يعني هو الوحيد. احنا دلوقتي بنعمل احيانا كده البلكونه بتبقى ازاز، ازاز الفامين، قاعد شايف تشوف اللي حد وما تشوفكش، ولو الشمس اتعكست العكس يحصل يعني. لا في الجنه بقى انت بس اللي بتشوف ده، يرى باطنها من ظاهرها. الله. وظاهرها من باطنها. في الجنه جمال في كل شيء. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني في أي اتجاه، في أي مكان، في كل تفاصيل الجنة، في تراب الجنة، في ماء الجنة، في ملابس الجنة، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا، كل بقى الحاجات اللي ربنا ذكرها في سورة الإنسان في الجنة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. طبعا عاوزين ندخل الجنة نعمل إيه؟
من أعظم الـ 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 يعني الطرق والأبواب اللي بتدخلنا الجنة التبرع والتصدق. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بالجهاد في سبيل الله قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأن الأمر شوية شديد. صحيح. عض يدي ولا تعض رغي. ليه؟ الإنسان دايما كده يقول لك أنا لو حصلت لي حاجة هتعالج. أيوة. إنما الفلوس يعني أضمن. فلذلك الإنسان وإحنا كان بنتكلم عن المصارعة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر أول شيء يعني وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ولذلك لما الإنسان يموت ربنا يقول أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل أستنى بس شوية، ليه؟ فأصدق وأكن من الصالحين. ربنا يكرمك يا مولانا. وحضرتك بتتكلم في التفاصيل وبتشرح، لفت نظري قوي كلمة وكان سعيكم مشكورة. ربنا جميل. شوف والله ربنا جميل سبحانه. تخيل الله. احنا لما بنعمل واجب مع بعض تيجي تعزيني تقول لي البقاء قدام الله، انت عملت معايا واجب وجيت لي وقدرتني او كلمتني، فبقول لك ايه؟ شكر الله سعيكم. فتخيل ربنا اللي يقول لنا وكان سعيكم مشكورا. يا الله ربنا جميل، كلمة كبيرة قوي. صحيح. قوي. صحيح. ان ربنا هو اللي بيشكرنا على سعينا. صحيح. ربنا يكرمك، انا بشكرك شكرا جزيلا على دايما كلامك الرائع واللي بيخرج من القلب علشان كده بيوصل بكم. للقلب. شكرا جزيلا الشيخ عبد الازهري من علماء الازهر الشريف. بنتكلم بنقول المنافسه الحقيقيه هي المنافسه للخير لنفسك، انت البطل الحقيقي اذا كنت بتنافس حد عشان توصل لحاجه معينه وتشوف بقى الجمال اللي عمرنا ممكن يعني مستحيل نشوفه في الدنيا، زي ما قال كده الشيخ عبده نشوفه في الجنه ان شاء الله. كان عندنا مسجد التوحيد اللي موجود في قرية ستة أبو الهول، مركز صان الحجر في محافظة الشرقية، ودي حاجات بسيطة وينتهي على خير، لكن من غير أهل الخير الموضوع هيطول شوية. وكان عندنا مسجد الفتح اللي موجود في قرية سمعان، مركز أولاد صقر في محافظة الشرقية، ده بنبتدي من تحت الصفر لأن محتاجين يتم هدمه وإعادة بنائه مرة أخرى. دايما أهل الخير أنا واثق بالله وفي الله إن هم دايما موجودين. يا رب ننتهي دايما من كل المساجد دي على خير. أشكركم شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.